حمارة الفريج عمل كوميدي فكاهي يعتمد على الانيميشن، يعتمد على الأبعاد الثنائية. اليوم الإعلام لديه أدوات كثيرة لإيصال الرسائل الإعلامية المطلوبة. أحد هذه الأدوات هو العمل الذي يعتمد على الرسوم المتحركة. اليوم هي أقرب للطفل، أيضا قريبة من الصغير ومن الكبير، من الأم، من الأخت، من الأب. فأراد تلفزيون دولة الكويت أن يدخل هذا المجال ويشرع أبوابه في قضية الشراكة ما بين الجهات التي تقوم بأداء هذا العمل. عم نفتش عن فكرة لمسلسل كرتوني كوميدي بده يضم أكثر من عائلة، وكل عائلة تكون من جنسية مختلفة، كلهم بدنا إياهم في عمارة واحدة. وطبعا كان الاختيار لدولة الكويت، وكانت العوائل عبارة عن عائلة كويتية، عائلة فلسطينية، عائلة مغربية، سودانية ومصرية. فكرة المسلسل كمان بندخل فيها على العادات والتقاليد واليوميات اللي بدها تتعرض لها العوائل بشكل عام، وكيف إنهم ممكن يحلوا المواقف بينهم بين بعض، كيف ممكن كل عائلة تتصرف بأسلوبها، كيف ممكن كل عائلة إنه تظهر شخصيات أو ثقافات البلد اللي موجودة. اي انتي عديتني كلك 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 انا كلكان. رح تنشرط يا زلمه. كل الشخصيات جميله، لكن اعتقد ان شخصيه ابو العبد، انا من زمان من صغري احب شخصيه ابو العبد، الشخصيه الفلسطينيه او الكاركتر الفلسطيني الجميل الزلمه. فيصل طالع على التلفزيون. ها؟ حرام والله حرام. ليش؟ عمك أبو العبد عركوا مركوا. الله يهداك يا أبو فيصل، فيصل كبار وما أقدر عليه. يا ميمي انزلي بقى. الله، هو الواحد خلاص ما عرفش يتمرن في أم البيت ده. دايرك تخطي فيسك في فيسي ونجدد فيس الزمن الجميل. يا هدى الله يهديك، هذه كلها غير هدرة وكلام، هذه غير خزعبيلات. واش انت يا غطيقي هاد الهدرة كلها؟ شوف، غير هدرة وكلام وخزعبيلات. يا شاطرة، هذا كله كريته على الفيس. راح تقول منو هذه البنت الحلوة اللي ماشية مع لولو؟ يرانا يتابعون المسلسل هناك، بروح أشوفه عندهم. حرة، موتي بحرتك. هلا، كيفكم؟ أنا ناطركم باكر على العشاء، يلا فمان الله. مسلسل عمارة الفريج يعني بكل حلقة من الحلقات كنا بنطلعها بطابع كوميدي ترفيهي مسلي، بنفس الوقت بنحاول نوصل فكرة أو هدف أو رسالة في نهاية كل حلقة من ضمن المواقف اللي قاعدين بمروا فيها الشخصيات. عمارة الفريج، انتظرونا على شاشة تلفزيون دولة الكويت في شهر رمضان المبارك 2016، لأن عمارتنا كشفة.